عليكم ورحمة الله. مرحبا بجميع متتبعي قناة عالم عواطف. اليوم ان شاء الله بغيت نقدم لكم واحد السلطة اللي هي صحية وغنية بزاف واللي غتعجبوا ان شاء الله وليداتكم. هاد السلطة هذه اللي غنحضرها بالقمح الصلب او ابلي مع الخضر بطريقة اللي هي سهلة وبسيطة. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم. بقاو معايا تشوفوا الفيديو حتى الاخر وما تنساوش لي لايك. والناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره نتمنى تابوناو معايا في لاشين بالضغط على زر سابوني اسفل الفيديو وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وندوزو مع المقادير وطريقه التحضير. لهذه السلطه او السلطه غادي نحتاجو هنا الابلي او القمح الصلب. هنا خديت 125 غرام اللي سلقتو في الماء وشويش ديال الملحه وصفيتو بطبيعه الحال. واحد حبة الجزر او خبزو محكوك، لي طوماط سوريز. هنا عندي شوية ديال الشو او المكور، تاهو حكيتو على هاد الشكل. عندي المايس، الجلبانة مسلوقة، طون، المعدنوس مفروم على هاد الشكل. وهنا باش نحضر لاصوص عندي مايونيز، عندي واحد المعلقة ديال عصير الحامض، واحد المعلقه ديال زيت الزيتون، شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. نبداو على بركه الله. غادي ناخذ ابلي او القمح، قلنا لي ديجا سلقته ونشفته. هنا عندي 125 غرام، صافي. غادي نضيف جميع المكونات. هنا عندنا لي شو، جلبانة مسلوقة، جزر محكوك، مايس. هنا الكمية لا لاحظتو مقلتكمش الكمية شحال، نتوما هنا عينكم ميزانكم على حسب أفراد الأسرة، كل سيدة وعلى حسب العدد اللي عندها في البيت يمكنها تعمل القياس. عندنا ميزاننا دائما. غادي نزيد كذلك المعدنوس والطون، صافي كما كتشوفوا. غنخلط هاد العناصر كامله هكذا، سهله هاد الشلاضه هذه، سهله وصحيه وكتجي لذيذه. وحتى الاطفال ديالكم يمكنهم يستافدوا من هاد الخضر اللي ما يمكنش ما كتعجبهمش اولا ما كياكلوهاش بوحديتها. هذه فرصه اننا ندخلوا لهم جميع هاد الخضر ياكلوها هاد السلطه. دابا غادي ندوز نحضر الصوص اللي غادي نعمل بها هاد لاصالاد هذه. هنا بالنسبه للصوص كل سيده عندها الاختيار تعمل لاصوص اللي كتعجبها واللي كتعجب عائلتها كتعجب وليداتها. انا هنا اختاريت هاد النهار غنستعمل جوج معالق كبار ديال المايونيز، كمايونيز غنزيد عليها معلقة كبيرة ديال زيت الزيتون، واحد المعلقة كبيرة ديال عصير الحامض، شويش البصل، شويش الملحة، صافي. غنخلط مزيان هاد العناصر حتى تنسجم لي مزيان هكذا. نقرب هذا الشيء حتى ينسجم. وهنا بالنسبه للصوص ما نزيدوها للسلطه ديالنا، غنبغيو نقدموها عاد نضيفوا لها هذا الصوص. هذه نحضروا العناصر كامله والصوص نخليوها حتى الاخير، غنبغيو نقدموا عاد نضيفوها. صافي الصوص ديالي ها هي واجده كما كتشوفوا. غادي نضيفها لهذا هاد السلطة هكذا. صافي وندوز نخلط هاد العناصر كاملة مع بعضها كما كتشوفوا. صافي
صافي الشلاضه ديالنا ها هي واجده. ندوزو لطبق التقديم. هذا هو الشكل النهائي ديال السلطه ديالنا ديال القمح الصلد او ابلي، كتجي على هذا الشكل. هذا زويونه وشكلها اللي هو رائع، وكيشهي مع داك اللوينات ديال الخضر اللي عندنا، كيبان تما لي طوماط سوغيز مع لي مايس مع داك الجزر. ان شاء الله تعجبوا وليداتكم وتقدموها لعائلتكم بالصحه والراحه. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي لايك وتابوناو معايا في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وبالنسبه للمقادير غنخليها لكم في صندوق الوصف، والى الفيديو الجاي ان شاء الله.